روسيا والسعوديه واستراتيجيه وتنسيق السعودي الروسي والتعاون السعودي الروسي مهم جدا. نحن اكبر دولتين ننتج النفط، فلا يوجد سياسه نفطيه مستقره بدون السعوديه وروسيا. وهنا نستطيع ان نحقق كثير من الفوائد لدينا ونستطيع، واذا لم نامل سوف يكون هناك كثير من المضار في السوق النفطي. سعدين اللقاء مره اخرى في موسكو. نقاط التفاهم كثيره جدا بين السعوديه وروسيا، انجز الكثير في الفتره الماضيه القريبه، لكن امامنا ايضا الكثير. روسيا بلد مهم جدا في العالم، علاقتنا فيها قديمه جدا. روسيا اول بلد تعترف بالمملكه العربيه السعوديه عام 1926. بادر الاتحاد السوفيتي إلى الاعتراف بمملكة الحجاز ثم الاعتراف بابن سعود ملكا عليه في فبراير من عام 26، ولم يكن قد مضى شهر على ضمه لهذا الإقليم إلى مملكته. نحن نسعى لتطوير علاقتنا مع روسيا في كل المجالات. سبق أن أكد جلالة الملك أنه يرد الدعوة في القريب العاجل إن شاء الله. وهي علاقات تاريخية فعلا، لأن روسيا هي أول دولة اعترفت بالمملكة العربية السعودية حين توحدت الحجاز ونجد، وروسيا هي أول دولة التي قدمت مساعدات ملموسة ومادية للدولة الحديثة السعودية. وروسيا حين قاطعت بطلب من بريطانيا شركات النقل، قاطعت المملكة العربية السعودية ولم تنقل، رفضت نقل الحجاج، قامت البحرية السوفيتية آنذاك بجمع الحجاج من مختلف بلدان العالم ونقلهم في أحد الأعوام إلى مكة المكرمة.